بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد اللي هو شابتر الابيسيليوم. الابيسيليوم المفروض انا دكتوره هناء سعيد موسى، مدرس في هيستولوجي اند سيل بيولوجي في طب الزقازيق. النهارده هنتكلم عن الابيسيليال تيشو. عندي الابيسيليال تيشو عرفنا من الهيومن بودي، المفروض ان هو مينلي بيبقى 4 بيزك تيشو، ابيسيليوم وكونكتيف تيشو ومصل تيشو ونيرفس تيشو. ده طبعا بعد ما خلصنا السيتولوجي. النهارده هنبدا نتكلم على الابيسيليوم. الابيسيليوم ايه الكاركتر الاول بتاعت الابيسيليوم تيشو؟ الابيسيليوم تيشو كلها بتتميز بشويه كاركتر. كل تيشو من الفور بيزك تيشوز دول، نتكلم على الكونكتيف تيشو، عن المصل تيشو، عن النيرفس تيشو، هنتكلم كل تيشو برضه يبقى له ايه الجنرال كاركتر الخاصه بيه. ايه هي الجنرال كاركتر الخاصه بالابيسيليوم تيشو؟ اول حاجه ان الابيسيال تيشو بتتميز انها بتبقى عباره عن شيت من الخلايا، خلايا مترصه جنب بعضها. الانترسيلر سبيس بتبقى ليتل او نو، يعني قليله خالص، على عكس مثلا الكونكتيف تيشو اللي هو تاني اللي هناخده بعدين. الكونكتيف تيشو اللي هو نسيج الضم هيبقى المسافه بين الخلايا كتير، ما في ماتريكس كبيره واسعه وخلي المسافه بين الخلايا بيبقى كتير. عشان كده السيلز بتبقى متلزقه ببعض، اللزقات اللي بين الخلايا وخلايا بس اسمها سيل جنكشن، حاجه اسمها سيل جنكشن، ودي اللي ايه اتشرحت في فيديو تاني انا عاملاه. شيتس اوف سيلز بتبقى الصف بتاع الخلايا ده اللي هم نقله الانترسيلر سبيس وبينهم سيل جنكشن. تاني بوينت بقى ان هم هيبقوا قاعدين على حاجه اسمها بيزمنت تمبرين، والبيزنت تمبرين ده حاجه من البيزل سيل سبيشاليزيشن برضو اللي هو في ايه في فيديو بتاع الايه البيسيال سيل بلانت. طب هي هتاخد نيوتريشن منين؟ هتاخد نيوتريشن من الكونكتيف تيشو اللي تحتيها. مفيش بلود فيزلز فيها، مفيش لمفاتكس، بس في عندي نيومرس نيرف اند. الريجنتيف ابيليتي بتاعتها عاليه، وده طبعا احنا خدنا الكلام ده في الشابتر بتاع السيتولوجي وسيتوجينيتكس، ان في حتى 3 انواع من الخلايا، لان خلايا بتبقى هاي ريجنريتيف زي الابيسيليا وزي الابيسيليا بتاعت السكين والسمول انتستين، وفي خلايا نون ريجنريتيف زي الكاردياك، وفي خلايا بوتنشال زي الليفر. فنفتكر ان الابيسيليا ده من الخلايا اللي هي هايلي ريجنريتيف ابيليتي. وطبعا اكسبت السيل بولاريتي اللي هو ايه موجود الفيديو بتاعك ايه اتعمل ايه الابيسيليا سيل بولاريتي. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ طبعا الفانكشن دي تجميعه هتتقال ان ديتيل في كل نوع، بس نبقى عارفين ان الابيسيليال تيشو عندها نيومرس فانكشن. اول حاجه انها تعمل بروتكشن اون ذا لاين تيشو من الابريجن والانجري، ده مين اللي هو النوع اسمه ستراتيفايد سكويمس ابيسيليوم. انه يعمل ترانسيسيلر ترانسبورت اوف المولكيول اكروس الابيسيليال لايرز، انه يعمل سكريشن اوف ميوكس هرمونز وانزيمز و اند سو فورث فروم فيريس جلاند. ان هنعرف ان في نوع من الابيسيليم اسمه جلاندولار ابيسيليم، اسمه جلاندولار ابيسيليم، ده بيعمل سكيشن الميوكوس وبيعمل سكيشن الهرمونز والانزيمز. وفي عندي حاجه اسمها ابزوربشن اوف ماتيريال فروم اليومن، زي زي الابيسيليم اللاين انتستاينال تراكت واللاين كيدني تشوبيوز. يعمل كنترول اوف موفمنت اوف ماتيريال بين الكومبارتمنت، دي حاجه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي اوف انترسيلر جانكشن بتوين ابيسيليان سيلز، وديتكشن اوف سنسيشنز فيا تيست بوت، ده اسمه نيور ابيسيليان. النقطه دي بتاعت نيور ابيسيليان تيست بوت وريتينا اوف ذا اي وسبيشاليزد هير سيل اوف ذا اير، ده اللون الخاص بتاع الايه النيور ابيسيليان. تو سلايدز دول مش موجود عندكم في الهاند اوت، بس دي ايه تعتبر تجميعه ايه نعرفها كده ايه فنولج، هيتقال في التفصيل بعد كده. طب ايه كلاسيفيكيشن بتاع الابيسيليان؟ هم اربع انواع. واحد هيبقى اسمه سيرفيس ابيسيليوم، ده اللي بيغطي اللاين تيوب اللي جوه الجسم وبيغطي السيرفيس اللي بره الجسم وبيغطي السيرفيس بتاع الاورجن. وفي واحد اسمه واي ابيسيليوم اللي هو بتاع الكونتراكشن، في واحد اسمه نيور ابيسيليوم ده بتاع السنسيشن بتاع اللي موجود فيه التيست بوت. وحاجه اسمها جلاندولا ابيسيليوم ده اللي بيعمل سكريشن الميوكس. الفيديو ده هيبقى ايه بس هنتكلم على السيرفيس ابيسيليوم بس، كمل الباقي في الانواع التانيه في فيديو تاني. ايه السيرفيس ابيثيليوم؟ السيرفيس ابيثيليوم زي ما قلنا ده ابيثيليوم كبير بتاخد منه سيكشن في العملي. السيرفيس ابيثيليوم ده لاين بيلاين التيوب والكافيتي وبيكفر البودي سيرفيس. السيرفيس ابيثيليوم ده على حسب النمبر اوف لايرز بيتقسموا لتو تايبس، حاجه اسمها سيمبل وحاجه اسمها ستراتيفايد. هو متكون من وان لاير بيبقى سيمبل، ده
لو اكتر من هو ليه بس السيليوم ده بيلاين التيوب، بيغطي التيوب اللي جوه الكافيتي وبيكفر البودي سيرفيس. وفي على حسب النمبر اوف لايرز، على حسب النمبر اوف لايرز بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن سيمبل وستراتيفايد. ايه السيرفيس؟ السامبل ابيسيليوم ده، السامبل ابيسيليوم ده هو عباره عن ايه؟ صف واحد من الخلايا سنجل رو اوف سيلز، اربع انواع، بيبقى على حسب ايه شكل الخلايا. لو خلايا سبنتل شيب بيبقى اسمها سيمبل سكويموس سيل. هي الخلايا دي لو رسمناها دايجرام ده منظرها في لما تتسرب، طبعا الباوند بتاعت الخلايا مش هتبان، هيبان لي ايه انها سكويموس كده سبنتل شيب، والنيوكلس بتاعتها بتبقى ايه؟ بلايت. او سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم، سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم بيبقى صف الخلايا، الخليه بتبقى زي كيوبيك زي المكعب، المكعب الهندسي بيبقى ايه طول قد العرض قد الارتفاع، وكل ابعادها ايه ذا سيم. سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم ده منظرها في الدايجرام، ده منظرها تحت ايه في ال ايه في الاتش ان دي. في حاجه اسمها سيمبل كولومنر ابيثيليوم، طبعا هو هنا بيقول لك لو خليه النيوكلس بتاعتها لارج او خليه النيوكلس بتاعتها سمول، او مثلا لو انا قطع في ليفل فالنيوكليس ايه جايه كلها فتبان كده مثلا، ولو انا قطع في ليفل نيوكليس صغيره فتبان نيوكليس ايه صغيره. ده سيمبل كولومنر ابيثيليوم، سيمبل كولومنر ابيثيليوم ده كولومنر يعني عمود، طبعا العمود بيبقى الهايت مور ذان الويدث، طول اكتر من العرض. وده شكل النيوكلاي بتاعتها، ممكن النيوكليس تبقى بيزل، ممكن النيوكليس لما اقطعها بقى النيوكليس البيزل دي تبين كده كانها في النص، او اخد منها ايه ليفل صغير. فده التلات مناظر بتاعت النيوكلاي بتاعت السيمبل كولومنر ايليسيليوم. في سودو ستراتيفايد كولومنر ايليسيليوم، سودو ستراتيفايد كولومنر ايليسيليوم طبعا ده سمعنا عنه كتير، المفروض ان هو من اسمه سودو ستراتيفايد، يعني سودو يعني كاذب، ستراتيفايد يعني اكتر من وان لاير، يعني هو يضحك عليك ويكذب عليك ويقول لك ان انا ستراتيفايد اكتر من وان لاير، بس هو اصلا ايه كلهم سيمبل، الخلايا كلها دي قاعده على ايه نفس البيزنس بليت. ليه؟ لان هو عباره عن نوعين من الخلايا، شورت سيلز وذ بيزال نيوكلاي وطول سيل وذ ابيكال نيوكلاي. فلما تتسبب هتبان بالمنظر ده، اكيد في صف من نيوكلاي فوق وفي صف من نيوكلاي تحت، فبيديني فولس امبريشن هو ايه النوع الثاني من السيرفيس ابسيليوم، ان هو ستراتيفايد ابسيليوم، بط ات سيمبل ابسيليوم. ده سوبر ستراتيفايد ابسيليوم تو تايبس اوف سيلز، شورت سيلز بيست ريست بيزنت تمبرين، وابيكال سيلز ريست ايه ويز ابيكال نيوكلاي. ده طبعا السوبر ستراتيفايد كولومنر ابسيليوم. ودي طبعا ايه اللي فوق دي، دي ستيريوسيليا، لان الصوره دي واخده ايه ده من نوع حاجه اسمها سوبر ستراتيفايد ابيثيليا ويز ستيريوسيليا. اتكلم بقى بالتفصيل عن كل واحد. ده سيمبل سكويموس ابيثيليا، ما هو الخلايا اهي بتبقى سكويموس سيلز النيوكلاي فلات وقاعده عند البيزمنت تمبرين بتاعها. السيمبل سكويموس ابيثيليا ده موجود مين لفين؟ في لاين الالفيولاي بتاعت اللونج، موجود في اللاين بتاع البلاد فيسل فهيبقى اسمه اندوثيليوم، وموجود في اللاين بتاع البودي كافيتي اسمه ميزو سيل. ده صوره للاندوثيليوم اللي هو الاندوثيليوم ده سيمبل سكويموس ابيثيليوم اللي بيلاين البلاد فيسلز. الصوره دي صوره البلاد كابيلاري اللي عندنا في الاسدي، والصوره اللي على اليمين دي صوره فينيول ده سمول بلاد فيسل، هناخده السنه الجايه في موديول الكارديو فاسكولار. ده سمول بلاد فيسل برضو، كل البلاد فيسلز بكل انواعها نعرف المعلومه دي من دلوقتي، كل البلاد فيسلز الهيومن بودي بتبقى لايند بي السيمبل سكويموس ابيثيليوم، وهنا بيبقى اسمه اندوثيليوم. بس فيو اكسبشن، في كام بلاد فيسل كده يبقى له حاجه خاصه بيه، بس كلهم عامه ان جنرال بيبقوا لايند بسيمبل سكويموس ابيثيليوم اللي هو اسمه اندوثيليوم. النوع هو السيمبل كيوبويدال ابيثيليوم. السيمبل كيوبويدال ابيثيليوم قلنا ان الخلايا كيوبويدال مكعبه طول قد العرض قد الارتفاع، قاعدة على البيزمنت تمبرين، طبعا هم اي شيك من الخلايا هم مرصوصين جنب بعض، عارفين هم مرصوصين بحاجه اسمها سيل جانكشن، ماشي. ده منظرها بالهيماتوكسين اند يوسين.
قاعده على بيزمنت تمبرين والخلايا ايه سيمبل كيوبويدال اي بي سي، سيمبل كيوبويدال اي بي سي ماشي. طيب ودي نيوكلاي هي راوندد. النوع الثالث من السيمبل ابيسيليوم حاجه اسمها سيمبل كولومنر ابيسيليوم. السيمبل كولومنر ابيسيليوم ده عامل ازاي؟ قال لك ان اولا هو بيبقى شكله كولومنر سيلز اهي، الخلايا بتبقى كولومنر والنيوكليس بتبقى بيزل، خلايا كولومنر وبيزل وقاعده برضو على البيزمنت من بيت. طيب الصوره اللي هنا دي ده سيمبل كولومنر ابيسيليوم ويز مايكروفيلاي اللي هو موجود في السمول انتستين. هو السيمبل كولومنر ابيسيليوم هما ثلاث انواع، هما ثلاث انواع، واحد من غير براش بوردر، واحد ويز براش بوردر. اللي وزود براش بوردر ده ما عندوش براش بوردر. يعني ايه براش بوردر؟ يعني لما اجي اشوفه مش هلاقي فيه الخط الاحمر اللي فوق ده، هما هلاقي ايه؟ مش هلاقي حاجه. ويز براش بوردر لان البيبي براش بوردر عشان مفيش ابيكال سيل سبيشاليزيشن طالعه منه، مفيش ابيكال سيل سبيشاليزيشن دايركت طالعه منه، مفيش لا مايكرو فيلاي ولا سيليا ولا ستيريو سيليا، فزي الابيسيليا بتاع الاسنان. وده وظيفته بيعمل ايه؟ وظيفته سكرتوري. لو ويز براش بوردر لقيت بقى البراش بوردر ممكن يبقى حاجتين، ممكن يبقى سيليا زي الابيسيليا بتاع اليوتيرس والفالوبيان تيوب، لان هنا ايه طالع سيليا في الديوتر في السيمبل كولومنر ابيسيليا بتاع اليوتيرس والفالوبيان تيوب، فهيبان لي في الدوكسين ايسين ان في براش بوردر، او البراش بوردر ده عباره عن مايكرو فيلاي زي الابيسيليا بتاعت السمول انتستين. طبعا السيليا عارفين ان وظيفتها موفي، فبالتالي الابيسيليا بتاع اليوتيرس اند الفالوبيان تيوب هيبقى وظيفته ايه؟ من احد وظائفه انه يعمل موفمنت. المايكروفيلاي احنا عارفين مايكروفيلاي من السيتوسكيليتون ومن البلاريتي، عارفين المايكروفيلاي دي وظيفتها ايه؟ زود السيرفس اريا للابزوربشن والري ابزوربشن، فيبقى وظيفه الابسيليا بتاع السمول انتستن ايه؟ يعمل ابزوربشن. سو الفانكشن بتاعت السيمي بلمر ابسيليا لو بين سؤال اسكيو ولا حاجه هي تجميعه لمين؟ تجميعه للفانكشن بتاعت ايه؟ الانواع بتاعت اكزامبل الفانكشن بتاعت يعني ممكن يبقى سكريشن زي الاثيليوم اوف ذا ستومك، ممكن يبقى موفمنت زي الاثيليوم اوف اليوترس في الفالوبيان تيوب، او يبقى ابزوربشن زي الاثيليوم اوف السمول انتستين. وقلنا الصورتين ادي السيمبل كولومنر ابيثيليوم ودي السيمبل كولومنر ابيثيليوم ويز بروش. اخر نوع للسيرفس ابيثيليوم حاجه اسمها سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. ايه السودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم ده؟ ده قلنا ان هو نوعين من الخلايا، او صفين تو تايبس اوف خلايا، واحده قصيره والنيوكلس بتاعتها بيزل، واحده طويله والنيوكلس بتاعتها ابيكال. وقلنا انه بيديني فولس امبريشن اكتر من نوع من الخلايا. طب الصوره دي ده ايه ده؟ ده باينه ان في مش صفين من الخلايا، دي باينه ان في ثلاث او اربع صفوف خلايا. ازاي بقى؟ لان انا هنا قطع ايه؟ قطع اوبليك. لما جيت قطعت البلوك البرافين قطع ايه؟ قطع اوبليك، فباين لي اربع صفوف من الخلايا. انما الصوره الاولانيه اللي شفناها خالص دي انا هنا كنت قاطع ايه تقريبا ترانزفيرز كويس، فباين لي ان هم ايه؟ تيبيكال صفين. انما ممكن الصوره بتاعتي تبان ان هم مش صفين بقى، تبان ان هم مور ذان تو لايرز كمان من الخلايا. بالمره كده ادي ده البيزمنت تمبرين الاحمر اهو. طبعا التيشو اللي تحت ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو، اللي هناخده الترم الثاني ده الكونكتيف تيشو اللي هو عباره عن كابيلاري بلاد كابيلاري موجوده في الايه؟ في الخلايا. وادي شايفين حتى الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو ايه؟ سيبريتد اهي، وبينهم ماتريكس كتيره، كونكتيف تيشو كتير على عكس اللي بيصير. سودو ستيفايد كولومنر ابيثيليوم برضو ثلاث انواع زي ما كان السيمبل كولومنر، في واحد من غير براش بوردر، واحد براش بوردر بتاعه سيلي، واحد براش بوردر بتاع مايكروفيلاي. هنا برضه السودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم بتاعي ثلاث انواع، واحد نون سيليتد ما فيهوش سيليا زي الابيثيليوم بتاع اللارج داكت اوف جلاند، او سيليتد زي الابيثيليوم بتاع التراكيه، او ويز ستيريو سيليا. احنا عارفين الستيريو سيليا دي عباره عن لونج مايكروفيلاي مش سيليا ولا حاجه، الكور بتاعها اكتين زي المايكروفيلاي، زي الابيديدمس اوف زي الابيثيليوم اوف ابيديدمس، ابيثيليوم اوف ابيديدمس. الفانكشن بتاعتها بروتكتيف واذر فانكشن اكوردنج تو اتس فاسيلت. وقلنا دي الصوره بتاعت صوره ستراتيفايد كولومنر ابيسي. طيب الستراتيفايد ابيسيليوم دي اخر بوينت بقى. ستراتيفايد ابيسيليوم قلنا ان ده عباره عن الابيسيليوم هنا بيبقى مور ذان ون لاير، البيزا لاير بتبقى كولومنر،
الميدل لير بتبقى بوليهيدرال. يعني ايه بوليهيدرال؟ يعني هي مدوره، خليه مدوره، بس لما يتجمعوا جنب بعض وينضغطوا جنب بعض فايه، فيبقى كأن الخلايا لها كذا سطح، يبقى كأن لها بولي هيدرال. بولي يعني مور ذان ثلاثة أو اثنين، هيدرال يعني سطح، كأنها عندها إيه كذا سطح، يعني إيه كذا سطح كده، زي ما تكون مثلا تجيب أربع بالونات مثلا أو خمس بالونات، تروح إيه جايبهم جنب بعض، فالبالونة المدورة دي مش هيبقى سطحها مدور تبقى كورة، لا تبقى إيه لها كذا سيرفس. بعدين السوبرفيشال ليرز دي عندها يبقى إيه لها شكل وأشكال مختلفة برضو على حسبها هنقول نوع إيه الـ ABC. يعني لو السوبرفيشال سيلز دي سكويماس فيبقى اسمه ستراتيفايد سكويماس اليسي. لو السوبرفيشال سيل كيبويدا تبقى كيبويدا الاليسيليوم. لو السوبرفيشال سيل كولومنر هيبقى ايه؟ ستراتيفايد كولومنر اليسي. يبقى لو السوبرفيشال سكويماس هيبقى ستراتيفايد سكويماس. لو السوبرفيشال سيل كيبويدا هيبقى ستراتيفايد كيبويدا. لو السوبرفيشال سيل كولومنر هيبقى ستراتيفايد كولومنر. الستراتيفايد سكويموس اليسيليوم نوعين، واحد ما فيهوش كيراتين في السيرفس فده اسمه ستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايز، واحد عنده كيراتين ده اسمه ستراتيفايد سكويموس كيراتينايز. هو ايه الكيراتين ده؟ الكيراتين ده ان الخلايا المفروض ان في عمليه معينه بتحصل في هذا النوع من الاليسيليوم. طبعا الاليسيليوم اللي هو الستراتيفايد سكويموس كيراتينايز اليسيليوم ده موجود في مكان واحد بس، موجود في الابيديرمس اوف ذا سكين اللي هي البشره بتاعه الجلد بالعربي. بيحصل فيها المكان ده بيحصل فيه كده عمليه معينه ان الخلايا بيحصل فيها مايجريشن، يعني الخلايا بيحصل ايه بتبقى بادئه من البيزا اللي هي كولومنر، وبعدين تدنيها ايه يحصل لها عمليات معينه تطلع لفوق تطلع لفوق تطلع لفوق لحد ما تطلع فوق خالص وتموت وتعمل لي طبقه الكيراتين. بس طبقه الكيراتين اللي فوق دي بتقول لي طب ما هي بتعمل طبقه الكيراتين اللي فوق دي خلايا ميته، طب ما تمشي الخلايا الميته دي ما تموت خالص ما تمشي، لا مش هتمشي. الكيراتين اللي فوق ده ربنا لها عامل ايه؟ عامل لها وظيفه بروتكشن، تبقى عامله زي حاجز بارير على السكين عشان تمنع دخول الايه البكتيريا والمايكرو اورجانيزم. الترانزيشنال ايبيثيليوم بتاع اليوروسيليوم والترانزيشنال ايبيثيليوم بتاع اللي هو الموجود في اليوناني باسج، ده النوع الرابع من الستيفات ايبيثيليوم، ده له كاركتر خاصه بيه. طبعا السورة بيقول لك خلي بالك هو دي لها حالتين، لو الايبيثيليوم ده ريلاكسد هيبقى مثلا حوالي 5 لاير او 6 لاير، انما لما يبقى ديستندد لما اليوناري بس دي ديستندد باليورين فبدل ما يبقى 6 لاير هيبقى ايه 3 لاير او 2 ل 3 لاير، لان ده حاجه خاصه بالترانزيشنال ايبيثيليوم اللي هو النوع الرابع من الستاتيفايد. زي ما كان السوبر ستاتيفايد بلاندر ايبيثيليوم كده لوحده في السيرفيس ايبيثيليوم، برضه ترانزيشنال ايبيثيليوم هنا لوحده في الاستراتيفايد اليسيليوم يبقى له حاجه خاصه بيه، ان هو لو موجود بس حاجتين خاصين بيه، ان هو موجود بس في النري باسج، وتاني حاجه ان هو بيبقى وتاني حاجه ان هو بيبقى موجود في الايه في ان هو بيبقى له تو ستيتس حالتين العدد اللي هي بتاعته بتبقى تشينجبل مش فيكسد. لو ريلاكسد هيبقى 6 لاير، انما لو ديستندد هيبقى ايه 3 لاير. ده الستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد ابيثيليوم، ده موجود في الاسوفيجس، ده موجود في الاسوفيجس اهو اللي تحت كولومنر اللي في وسط بوليهيدرال والسوبرفيشال سيلز بتبقى ايه سكويموس. ده موجود مينلي في الايه الويت سيرفيس او اللي هي الباسج الاوبننج تو ذا اكستيريور، هيبقى موجود في الاورال كافيتي، هيبقى موجود في الفاجينا، هيبقى موجود في الاوسوفيجس، الحاجات اللي هي ايه اللي فاتحه مينلي على ايه الاكستيريور اللي هي قبل اللي بتالي السكين. ده اللي ايه الاستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. طيب في كمان طبعا الصوره دي الاصول ده هناخده في سنه في مدير الجي اي تي ان شاء الله، كمان الصوره دي تتقال تاني في مدير الجي اي تي. طيب كمان الستاتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد ايثيليوم بنقول انه
موجود كمان في الفارينكس وموجود في الانال كمان. طب الكيراتينايز ستيفايد سكويموس ابسيليوم ده موجود قلنا اكسكلوسيف بس مكان السكين، وقلنا ان هو بيبقى نون ستيفايد سكويموس ابسيليوم بس فوق في طبقه كيراتين. دي طبعا هناخدها في ايه، في السكين، نعرف ان هو الكيراتين ده حاجه ايه، بروتكتيف، له وظيفه بروتكتيف. طيب الستاتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم ده تو لاير اوف سيلز، طبعا ايه سوبرفيشال سيل هي بتبقى كيوبويدال. موجود فين الستاتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم ده؟ موجود في اللارج داكتس اوف اكسوكراين جلاند. اللارج داكت اوف اكسوكراين جلاند زي السليفري والسويت جلاند، زي السليفري والسويت جلاند. اللي بعديه ده الستاتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم ده مور ذان وان لاير والسوبرفيشال خالص ايه بتبقى كولومنر. فين الستيفايد كولومنر ابيثيليوم ده؟ له مكانين، المكان الاشهر واللي هنشوف في الكورس اللي هو بيبقى ايه نون سيليتد، ده زي ايه اللارج داكت بتاعت الاكسوكراين جلاند زي الصوره دي، دي صوره لارج داكت موجوده في البروتيد جلاند، وموجود في بارت في الميل يوريسترا، موجود في البارت في الميل يوريسترا اللي هو البناين بارت. طبعا هناخد في الميل يوريسترا ان شاء الله في السنه الجايه ان الميل يوريسترا بيبقى عباره عن كذا بارت، البناين بارت بيبقى ايه ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. في نوع تاني من الستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم بيبقى سيليتد، وده موجود في الفيتال اوسوفيجس بس طبعا مش هنشوف ايه صوره له. والترانزيشن ابيثيليوم ده اخر حاجه في الفيديو ده اللي هو ترانزيشن ابيثيليوم، واخر نوع من رابع نوع من الستراتيفايد ابيثيليوم برضه سبيشال زي سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم، مكان سبيشال في السمبل هنا ده برضه سبيشال، وقلنا ان سبيشال في ايه؟ سبيشال ان هو موجود بس في اليورينري باسج، وسبيشال ان النمبر اوف بير بتاعته بتبقى ايه تشينجبل على حسب الايه الستيت اوف ذا اورجان، هل هو مليان ولا فاضي. لو فاضي مفيش حاجه ضاغطه الابيثيليوم فهي الابيثيليوم هياخد راحته فهيبقى ايه حوالي 5 لاير او 6 لاير، انما بعد كده لما ينضغط او 4 ل 8 لاير، انما لما اليورين يملاه فال4 ل 8 لاير دول هينزلوا لمين؟ ل2 ل3 لاير. طب هيستولوجيكال شكله ايه بقى؟ البيزل سيل بتبقى كولومنر والانترميديت بتبقى بوليهيدرال. اهم حاجه بقى برضو في كلمه اكسكلوسيف وكاركترستيك وخاصه بالترانزيشن ابسيليوم، اما الابيكال سيلز بتاعته بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى دوم شيبت، بتبقى دوم شيبت، الخلايا بتبقى دوم شيبت وبينها تايت جنكشن، بتبقى دوم شيبت وبينها تايت جنكشن، والنيوكلاي الخلايا دي بتبقى النيوكلاي بتاعتها ممكن تبقى باي نيوكليك، ممكن نلاقي بعض الخلايا فيها بتبقى ايه باي نيوكليك. يبقى هي السوبرفيشال سيلز بتبقى كيبويدال، لارج كيبويدال، لارج كيبويدال حتى في بنسميها دوم شيبد سيلز، لارج كيبويدال بنسميها دوم شيبد سيلز، وممكن تبقى الخلايا بتاعتها ايه باي نيوكليك، ممكن اشوف ايه خلايا يبقى فيها ايه 2 نيوكلاي. طبعا احنا عارفين الكلام ده من نيوكليس، احنا متفقين ان في بعض الخلايا بتبقى ما فيهاش نيوكليس واحده، في خلايا بيبقى فيها 2 نيوكلاي اسمها باي نيوكليتد، وفي خلايا كمان بتبقى مالتي نيوكليتد. هناخدها كمان في الترم الثاني، في خلايا كده ان شاء الله في البون في العظم في النسيج العظمي هيبقى فيها ايه؟ مش 2 نيوكلاي بس فيها اكتر من كام ايه؟ كذا نيوكلاي. طيب ناخد كده كويس صغير ايه التايبس اوف ابيثيليوم؟ طبعا اللي على الليفت ده اللي هو ايه سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم، اهي سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم. انما عندي اللي على الرايت ده ايه؟ ده عباره عن عباره عن السمبل كولومنر ابيثيليوم اوف ذا سمول انتستين، وده السمبل كولومنر ابيثيليوم سمول انتستين ده وذ براش بوردر، والبراش بوردر دي عباره عن ايه؟ عباره عن عباره عن ال ايه المايكروفيلاي، عباره عن المايكروفيلاي. كده احنا خلصنا انتروداكشن للابيثيليال تيشو، وبعدين اتكلمنا عن ال اتكلمنا عن ال ال تايبس اوف سيرفيس ابيسي. ثانك يو، ان شاء الله الفيديو الجاي نبقى نكمل ايه التايبس اوف ابيسي.